السلام عليكم خوتي اخواتي المشاهدين، عين حتى ليه كيدايرين اخوتي؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، صحة مزيان، كلشي مزيان. كنتمنىكم تكونوا بخير كاملين اخوتي اخواني العرب. تحية للمغاربة ديالنا كاملين داخل وخارج الوطن فين ما راهم، تحية لهم عزيزة وكبيرة كبيرة بزاف. كما كتشوفوا الفرحة ديالي، جاني الكود الحمد لله، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا غير حوايج مزيانين. المهم قلت علاش غندير العشيه وغندير هادي غندير هادي، اصلا قلت ما نديرش، غنهز المهم الشوه، نعيط على بنات عمي اللي قرابين ليا، ديما كنقول لكم كيعاونوني فاش نكون مريضه، هما اللي كنلقى حدايا. اصلا ديك بنت عمي اللي صورت لكم دارها راه وريتها لكم في فسميتو، قلت لكم راه ان شاء الله ملي يجيني الكود غنصوب لي هذاك البيت شحال مجاني ديالها. ايوا قلنا غنديروا هاد العشيه خفيفه انا وليداتي وبنات عمي وبنتها جالسين راه مورا الكاميرا، هما ما كيبانوش، ويمكن ان شاء الله يجي واحد النهار يبانو ماشي دابا. المهم ها نتوما كما كتشوفوا حنا دايرين هاد المجيمر ودايرين الشوا، بنتي ما كتاكلش اللحم اخوتي، كتاكل غير بيبي ها نتوما، ودرنا ليها بيبي ودرنا بريريد اتاي، درنا الخبز، انا ما غاش ناكل خبز. ايوا شركنا معكم العشاء ديالنا يا خوتي، ها نتوما فينا هما الشويات، كنشويو وكناكلو الحمد لله. خيركم في داركم اخوتي؟ غير بغيت نشرك مع اخوتي، نوري لهم اليوميات ديالي شنو كندير معك. يقولوا لي زينه شاركي معنا اليوميات اشنو كديري، واخا غير براد اتاي قبلنا عليك، انا قابله على طراف رجليكم احبباتي، راكم عزازات وغاليات، هادشي اللي كاين اخوتي. والمهم راني المهم اليوم الحد وغدا ان شاء الله الاثنين، المهم الفيديو غيتحط لكم غدا ديال الاثنين وغدا يا خوتي. ما بغيتش نقول لكم اش غنقول، راني خايفه بزاف، غدا غنمشي ندير التحاليل، راني كنموت بالخلعه، ما عطى خوتي واش طلع لي السكر ولا الخزان ولا ما عطاش من هذا الشيء فيا. المهم راني خايفه، شكيت في فقر الدم ثاني هبط لي، حيت انا واخا غليظه هكا راه تنعاني بفقر الدم فيا، داك الفقر الدم اللي ما مزيانش الله يستر، عندي واحد الفصيله معديه من بحال هكا. المهم الطبيب اللي كيعرف شنو كيقول لي كتخوالي من الدم، خصني نبقى ديما ناكل مزيان وما نفرجش في راسي باش ديك الفصيله ما تخواليش. ايوا خواتاتي دابا ما نعرف حيت دايره الريجيم، قطعت الخبز شي 10 ايام هادي، كان مره كناكل دغمه ديال الخبز هكا كنلوحها في فمي صافي وخفت. المهم غدا غندير التحاليل وعاد نكمل هذا الفيديو غنرد عليكم اخواتاتي، ودعيوا معايا والله العظيم راني مخلوعه. حنا في الدنيا كلشي معنا مريضه، عندي الوسواس عندي العصب، تيقول لي عقلي الله يستر شي مرض، تيقول لي عقلي الكلاوي، تيقول لي عقلي كلشي، والله اخوتي كنموت بالخلعه فيا الوسواس. ودابا هاد الليله ما غاديش ننعس، غادي يبات عقلي خدام، ومع غدا مول داري عنده الخدمه ما غاديش يديني هو، غنمشي وانا ولدي ضروري، خصني غدا غادي نمشي للطبيب، غادي نمشي عنده غدا غندير التحاليل وغندوز على الطبيب ديالي ديال الاعصاب. ولا حول ولا قوه الا بالله، غير دعوا معايا اخواتاتي، ولا راني مخلوعه قلبي في فمي. غدا غير تشوفوني ما بنتش تعرفوا بلا تحت في الطريق سخفت بالخلعه وقلبوا عليا. هادشي اللي كاين البنات، دعوا مع اختكم زينه، هادشي اللي كاين، الله يشافي الجميع اللي مريض، الله يشافي، الله يشافي بنت خونا الزروالي، الله يشافي، الله ينقص من عمرنا ويزيد في عمرها، هي راها بنت صغيره وباقي عندها المستقبل القدام، باقي عندها الحياه القدام، هذيك راه ملائكه الله يهدر فيها، ولا ما عندوش الضمير ما عندوش الكبده، الله يشافيها والله يشافي امي نعيمه البدويه حتى هي، الله يشافي جميع المرضى، الله يشافي طاطا بديعه وكاع اليوتيوبرز اللي مراض، وسوى اليوتيوبرز سوى ماشي اليوتيوبرز كاملين، ربي يشافيهم ويزيد فرحتهم في هاد العواشر. الهلا يوريهم ضر. هادشي اللي كاين اخوتي، وباي باي عليكم. راه قلت لكم غدا لا الا شفتو بنتي اللي حطات الفيديو قالت لكم دعوا مع ماما، تعرفوا ولا راني في شي حاله لا يورثها لها، الله يستر، راني كنخاف اخوتي بزاف والله العظيم، فيا الوسواس كنخاف. ايوا المهم اخوتي باي باي عليكم حتى الفيديو ديال غدا، ونجمع لكم الفيديو ونرد عليكم بالخير ان شاء الله. باي باي عليكم، ونسيت خوتنا الجزائريين واخا كينساهم العقل راهم في القلب، التحيه لكم اخوتي، التحيه للتوانسه خوا خوا بلا عداوه، راكم عزازين كاملين، باي باي عليكم. اخوتي صباح الخير، صباحكم بروك. المهم كما كتشوفوا هالمختبر ديال التحاليل، انا غادي نمشي دابا نحل ديال التحاليل، وبقاو معايا اخوتي.
المهم اخوتي كما كتشوفوا كان بغيت نصور في التحاليل للداخل ما بغاش، قال لك وقع لنا هنا واحد المشكل، قال لك ما يمكنش. ها انتم شحال خلص، ها انتم كان قالت لي 26000 ريال، ها انتم شحال نقصات لي كيديروا بروموسيون. ها انتم التاريخات. ها انتم درت ديال الكبده يا خوتي، درت ديال القلب، درت ديال الكوليسترول، درت ديال السكر ديال 3 شهور الخزان، درت ديال الملحه، درت ديال الغده الدرقيه، المهم درت ديال بزاف ديال الحوايج. انتما ولدي سال واحد فلوكلا، انتما كلا قال لك بغيت نفطر. يا خوتي دعوا معايا الخلعه تلقي مني كان موت، والله العظيم الا كان موت. قالت لي مع الوحده معنا ساكنه في باريتشينو في خارج الناظور، دابا حنا في الناظور انتما. قالت لي غنعيط لك مع الوحده، طلبتها ورغبتها، قالت لي غنقول لك شنو كاين. ايوا ان شاء الله مع الوحده ونرد عليكم اشنو يا خوتي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس؟ بخير، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كاملين. كما كتشوفوا جيت من الطبيب و درت تحاليل، كان قالت لي البنت 26000 ريال، وقالت لي ملي درتي بزاف قالت لي غادي نخليو لك 16000 ريال، داروا لي بروموسيون. وراه صورت لكم الورقه، شوف شحال فيها ديال الثمن. راني عيانه خوتي والله عيانه، شكوى الله النفس ما كيطلع ليش بزاف. مهم سبب هذا المرض ديالي فهاد الايامات كندير ريجيم، قطعت الخبز، قطعت داكشي بزاف ديال المهم الريجيم كندير غير ممكن اكل ماشي بزاف صافي. هاد الصحه مليت منها، بغيت نقص. ما الزوج ديالي الحمد لله عمره ما قال لي نقصي زعما، ولا ما يعني ما راكش مزيان هكاك، ولا هو كيقول لي غير صحتك تكوني مزيان، ما الصحه ماشي شغلانه فيها صافي. وبقيت ندير ريجيم، انا اللي بغيت ندير ريجيم، عجبني ندير ريجيم، انا بغيت نرقق شويه عادي، ولكن بنادم على الصحه ديال بنادم، على العين، على بزاف ديال الحوايج. ساعه درت الريجيم قطعت بزاف ديال الحوايج ما بغيتش ناكلهم، جبتها في راسي يا خوتي. انا عندي فقر الدم، كنعاني من فقر الدم اللي كنت صغيره، وانا عندي مشكل كبير مع فقر الدم. كانت امي الله يرحمها باقا حيه، وكان عندي انا لاسورانس في منيليا، كان عندي السبيطار فابور وكل شيء، كنت نمشي كان يعني كناخذ الدواء من تماك وكل شيء. شحال من خطره نعس تما على حسب فقر الدم من الصغر، ولكن ما ديناهاش فيه، كنقولوا يمكن مهم زيد 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 زيد, زيد. فاش بقيت صافي تزوجت كنحمل كنولد ولادي كيشدني فقر الدم ما كنديهاش فيه، حتى لهاد الخطره ملي مات الام ديالي الله يرحمها تخلعت عليها، شدني الاعصاب في المعده وقطعت الماكله ما كناكلش، وصل ليا حتى 5 فصيله والله خوتي. الا دخلني السبيطار عرفتي شحال بقيت ملي ليا في السبيطار وهنا في الناظور عرفتي، ولا راه فاش تنفكر داك اللحظات اقسم بالله الا قلبي كيبقى يضرب. تخيلوا باش نوقف ما كنقدرش، غير راجلي وبنت عمي اللي كانت تشدوني واحد منا واحد منا كيمشيوني صافي، ما قدرتش نتمشى. ودابا مع بديت الريجيم صافي شدني فقر الدم عاوتاني. حنا نورمالمون خص يكون عندنا 12، دابا هبطني انا عندي 9. فاش مات امي الله يرحمها وصل لي 5 يا خوتي، عرفت شنو هي 5؟ ولا راه القبر نيشان، غير ربي اللي سبحانه وتعالى اللي الحمد لله اللي نجاني وحق الله العظيم. عرفت شنو هو 5؟ راه نهز الكاس نشربو ما نقدرش، خص في حد يشد لي الكاس. راني كنهضر معاك دابا هكا شويه ونديرها نسخف ونقلب عينيا هكا، ما يبقاش هاد الحليبان كنقلب عينيا كيبقى يفرغوا لي الماء كيبقى يدوزوا من هنا. وحق الله العظيم الا دخلت في واحد الحاله اقسم بالله العلي العظيم. غير الطبيب قال لهم غير قويه، قال لهم راه مرا قويه، ما كون ما كانتش قويه كون طاحت. ملي وصل ليها 7 كون طاحت لكم
في غيبوبه ماشي توصل عاد 5 والله العظيم. وانا كنحس بداك الشيء وكنسخف هكا كندوخ كنبقى ندير ها كنقول مالي 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 ساعه قلتها لكم في داك الفيديو قبل دابا شي شهر ولا قلت لكم راه غنبدا واحد الريجيم غير واحد الدرس السلامه ما يشدنيش فقر الدم حيت انا عندي داك الفصيله ديال فقر الدم واخا كناكل مزيان كناكل فيتامينات بزاف الحاجه اللي عشقت ناكلها الحاجه اللي بغيت ناكلها ما كيخصني حتى شي خير عندي مشكله اخوتي غير نفرط شويه في الفيتامينات صافي تتشدني فقر الدم يعني خص داك الفصيله اللي عندي ديال فقر الدم خصني غنبقى نصيفط ليها وصافي نصيفط لها ونبقى نغلط هي مشغولهاش هي في الغلط غير عطيها ما تاكل لا لا لا, لا ما غاديش تغلبني انا كنقاوم وكناكل بالفرشيد وما غاديش المرضى تيحني والله الا راني مريضه نيت اخوتي مع البيا غير الله راه وليت صفراء عرفتي كون شفت وجهي بحال نتمن القبر حق الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله شكرا لكم وباي باي عليكم اخوتي والله يشافي الجميع كل واحد راه كاينين مرضين كثار مني وحامدين الله وشاكرينه هذا الشيء اللي كاين اللي يشافي الامه الاسلاميه كامله والله يبعد علينا هاد الحرب يبعد علينا هاد الشيء المشاكل اللي جايين على جميع الاخوان ديالنا العرب كاملين يلا السلام عليكم اخوتي وباي باي عليكم